هيدي وندى قبل ما يدخلوا الحلقة قعدوا يتكلموا لفترة طويلة. تعالوا نشوف كانوا بيقولوا ايه. ايه ده؟ ايه التجاهل ده؟ سابينا ماشية متأخرين. عايزة مني هنا بتقولي شو؟ هضربها هضربه وهي قد كده اساسا. اتفرجت على حلقات؟ اتفرجت. ايه رأيك؟ لا حلو عجبني. يا جبنة يا كارتر حيات يا اي حاجه. انت ما شفتيش يا هدك ربنا؟ انت ما شفتيش يا هدك ربنا يا كارتر؟ امانه ربنا انت ما شفتيش؟ دي ما شفتش. ايه احلفي انك ما شفتيهوش. وحيات ربنا ما شفت حاجه. وحيات ربنا ما شفت حاجه. عادي يا ندى، عادي حبيبتي. ها قولي بقى سمعي. فاللون بتركزي في كذا حاجه. ايوه علشان فكره ان انا بخاف اتنفس نفس في ثانيه غلط يتفهم ان انا بصغر. لا ما بسمعش. لا انت على فكره لما بتقولي حاجه بتقوليها من غير ما تتفهمي غلط. انت لما توجهي رساله تفتكيها كويس قوي. ما بنلعبش دور ايه السوز ده، عشان احنا مش سوز. لا والله العظيم مش فكره سوز. لا انت شايفه ان انا بعرف اوجه رسائل؟ طبعا بتعرفي، ودي حاجه ما تحسبش عليكي، دي تحسب لك على فكره. فانت ما تخافيش من ان انت تعملي اي رياكشن مثلا يتفهم غلط، لان محدش يفهم غلط على الترابيزه. واللي يفهم غلط يا ندى هنكمل بكرة. مساء الفل عليكم مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده سعيده لذيذه من برنامج نفسنا. وطبعا كالعاده وبكل سعاده برحب بزميلاتي العزيزات جدا جدا جدا، لطيفه بدريه، ندى. موضوعنا النهارده هو السفر، بس مش اي سفر. والله عارفين العروسة البلاستيك بتاعت الأطفال دي ليه؟ ماما زي دي؟ أيوة اللي هي بتقلبيها كده ماما جدو. لا ما بتقولش جدو، ما أنا بقى بجود السفر، بس بالسفر بأحباب الله، السفر بأطفالنا الجمال، السفر بالعيال من سن شهر لسن 13 سنة. إيه إحساسك وأنت مسافر بأطفالك حبايبك نوراني؟ احلى وقت، احلى لحظه. اللي هي ايه بالظبط؟ وانت مع اولادك. ايوه طبعا ده اكيد. والله العظيم يعني تزقي دي في الميه، تجيبي دي من شعرها وتعمليها في الرمله. انت بتنتقمي منهم ولا لا؟ هو ده اللعب في البحر. ولا بتغرقيهم؟ عايز تخلصي منهم ترجعي من غيرهم. احلى ما في الموضوع طريق السفر بقى. السندوتشات. الله ماما عايزاها بيبي. عيني يا حبيبتي يلا تعالي. ايه يا بنتي ايه عايزه ايه؟ انا معاكي يا ماما. عايزه ايه؟ تنزلي الميه ولا تاكلي؟ اكلي يا ماما. عيني خدي يا حبيبتي سندوتش. لا مش بحب الجبنه. خدي معاها حته خياره هتخليكي تبلعي الجبنه. لا انا عايزه مربى. طب مربى احط لك عليها كريمه ولا قشطه؟ ما انا عايزاهم يربربوا بقى في السفر. ماشي اخد مربى على كريمه وقشطه الاثنين يا بنت المجموعه. يلا حبيبتي. وبعدين بقى بعد ما اكل الساندوتش ابعدي خالص من هنا. انت واكله اكل اخواتك طول الطريق. انت بلعتي بابا قاعد على الدريكسيون. هو والدريكسيون بابا جوشي اهو الدريكسيون اهو. طب يا جماعه يعني السفر بالاطفال شيء ممتع جدا جدا جدا، بس يعني تنسي بقى ايام ما كنتي بتسافري واول حاجه تعمليها انك تطلعي تحضري الكريمات بتاعتك والسان لوشن والسان اويل والسان سكرين والمش عارفه ايه الشعر. انا دفر لي شعر بالظبط. انت اول حاجه هتعمليها بعد ما هتضربي عيالك عشان يسمعوا الكلام ويلبسوا المايو، اول حاجه هتعمليها ان انت هتدهنيهم وتليطيهم بالكريم. انت هتجيبي كريمات كتير، حاجه بقى لل افتر سان وحاجه لل بيفور سان. ايه ده هما بيفطروا سان؟ افتر سان؟ انت بتفطري سان؟ بفطر سان. بفطر سان وسحاب.
عايزه ايه تاني يا حبيبتي؟ لا انا بس بركز في الكلام مش عارفاني في اللغه. فحضرتك بتسافري باكج كده كبير كده، الكريمات والادويه، اذ ربما حد يجي له اسهال، إذ ربما حد يجي له ترجيع. اذ ربما، اذ ربما، اذ ربما ازاي؟ اذ ربما انا قلت احسن من اذ ربما. يبقى دلوقتي هذه بتتكلم ان احنا لازم نخطط للسفر مع الاطفال بتوعنا. طبعا. والاطفال بتوعنا اعمارهم بتتفاوت من سن لسن. البيبي لازم ناخد باله منه كويس جدا جدا ما يتحركش من الشمس. عشان بيمسك البيبي. البيبي. لكن من حقه برضه ان هو يشم هواء ويشوف بحر. عشان ما يكمكمش. بدرية. شيفا. لا يا لا. لا يا لا. بدرية. بي 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 اكسون تيجو بي اكسون تيجو. نرجع لموضوعنا يا بدرية يا حبيبتي، ونقول للبيبي لازم ناخد باله منه، ناخد بالنا منه. اه طبعا. ما يتعرضش للشمس. نرضعه. بس لازم ينزل البحر مع مامته. حي مامته ما عندهاش الصلاحيه او الوقت ان هي تنزل البحر، لكن غصب عنها طالما ان هي سافرت بالبيت بتاعها لازم يبقى في نوع من التضحيه. طبعا. وتقعد معاه في فترات كثيره كثيره وما تعرضوش كتير للشمس. المرحله بقى السخيفه هي المرحله اللي الطفل بيبدا فيها يزن وتبقى أسئلته كتير ورخمة وما بتخلصش وأحيانا محرجة، اللي هو ماما بكام ده؟ ده في السفر؟ آه. بكام ده يا حبيبي؟ مش عارفة يعني هما بيتمشوا مثلا بيشوف حاجات من المحل يعني؟ حبيبي احنا مش هنشتري حاجة عشان ما معناش فلوس خلاص. طب ماما أنا عايز أم الخلود. حبيبي ما أنا بالك لسه الصبح. لا طب ماما بص أنا عايز كرة من اللي هي بتعوم على وش المية دي. يا حبيبي ما أنت عندك العوامة. طب ماما بص انا عايزك تدفري لي شعري كده زي وفاء لما الامل ينزل منه حبيبي. طب ماما طب يا رخم يا ابن الرخمه. عايز عارفه الطفل اللي عايز يديله رصاصه في السماجه بقى. السماجه لما تزيد عن حدها. أيوه. عند الاطفال. يبقى الشيء لا يطاق. طبعا. يا ولا عود يا ولا. لا هو قريف وعايز ينام. قريف وعايز ينام. تعالى. هلا ماما تريا. انت بقك فين بالظبط؟ ماما حلوة. ينام بس وانزل افسحك. انا عايزة اخرج. هخرجك بس نايمة اخوكي. ماما عايزة اركب عجلة يا ماما. هركبك عجلة واركب وراكي بس نايمة اخوكي. وعايزة اكل ايس كريم. هاكلك ايس كريم واكل معاكي بس نايمة اخوكي. عايزة اقعد على البحر. هقعد على البحر. وهشرب كوكا. وهنشرب كوكا وبيبسي كوكا. وبيبسي كوكا بس نايمة اخوكي. عايزة اروح سينما يا مامي. اوديكي يا حبيبتي. عايزة اروح اديكي سفرية محببة. انت اكيد يا مامي بتضربي نفسك. بس خلاص دلوقتي بقى ايه الانتخه كلها كبروا. كبروا. اوه انا بقى بروح اتمليط. بت ايه؟ بتمليط. يعني ايه؟ بتتليف يعني. بروح بقى اخرج وانزل البسين وانزل البحر واعمل فيديوهات واتشتر. البحر والبسين واتشتر. واتشير واتشتم. نطلع تقرير لحد بس ما ليف العيال عشان نازلين المايك. أرى جوزي مسكرة مناخيره مدورة وخدوده أحمرة وعيونه مثلثة. ماي نيم از جيس. دريس؟ اسمك إيه؟ إيه ده إيه ده؟ عمر. تسافر فين عموما؟ ما تسافرش تسافر. طب والله ريحني، يعني انا كده خلصت تقرير، انت قفلتني. الغردقه. الساحل. شرم. السخنه. وجمصه. زمان وانا صغيره. امال ليه التيشيرت مدي على دمنهور، قوم الشقافه، شطنوف. منوف، منوفيه. هو جيس دي مش لايقه مع منوف اللي انت قلتيها. طيب لو انت مسافره مثلا ولقيتي اطفال بقى اون بورد كده هتعملي ايه؟ كده. بوف كده؟ بتعصب. دوشه بقى وعياط ورزاله وبتاع. لما تبقى عندك ولاد. هتبقى انهي ام لما عيالك كده هتبقوا عاملين ازعاج في المواصلات ولا ازعاج في حته؟ كنت لسه في كافيه وكان في واحده قاعده بتشيش وابنها هي حاطه تقريبا اديله على عينه وسكته. حبيب عمو. يا دي يا ابني يا دي يا ابن الكلب. ممكن في الاول ازعق له بس يا بابا بس يا حبيبي خلاص بقى زاد فيها هضربه. عندك الجرأه ان انت مش هستنى عليه يعني. نهار ازرق على الساديه. الاطفال احباب الله؟ لا احبابك انت. كلنا بنقول ما بنحبهمش وقابلك بعد اسبوع هتبقى حامل. ما بتحبش ايه؟ كيرلس بيرنت. ما اعرفش بيجيبوا الحروف دي منين. في حروف بقى بيسموه مثلا ايه بروكن هيرت. بروكن هيرت. طيب لما يبقى عندك ولاد وتسافري بيهم
ويبداوا يعملوا مشاكل ومشاكسات. توريني تربيتك. لا ما انا هبقى عامله احتياطاتي قبل ما تسافر. قبل ما اديله الموبايل يتسحل فيه. اخر مزعه اضربه. امسك ازاز سبراي واقول له مثلا تعالى حبيبي ارش لك بيرفين او اي حاجه. واديله منوم على طول. يعني السبراي يكون فيه مثلا بتاع المنوم ده. لو مضطر انا اسافر قوي خلاص هسافر في وقت ان انا على قد ما اقدر قبل ما اسافر ياكل وينام ويغير البامبرز بتاعه. نعمل كل حاجه وخلاص كده. نلعب ونهدي حيل امه. عشان ما يردش كتير في اللعب. بالظبط. ونخلص الليله. بالظبط. جودي 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 وفتني يا حبيبي. وفتني يا حبيبي وقلبي حاير حاير. قلت لي راجع بكرة أنا راجع. وقلت لي راجع بكرة أنا راجع. بس لو راجل وقف لو راجل وقف. هما معظم اللي اتسألوا ما عندهمش اولاد لسه شباب ما اتجوزوش وما عندهمش اولاد. بجد متعه ان انت المكان اللي كنت بتتفسحي فيه وبتلعبي فيه في المصيف تشوفي اولادك بيتنططوا على الرمله. بس المشكله بقى انا يعني عانيتها مع سلمى. سلمى كانت تروح المصيف عشان تسود جسمها يا بنتي. تاخد لون جديد. لون ايه دي؟ اسودت بنتي. والله العظيم اقول لها ليه؟ تقول لي انا حابه بقى كده. وتقعد في الشمس وتبقى متعمده تعمل ده. تحب تبقى نفسها. فحمه خالص. والله. فبجد الاطفال لهم والله العظيم. يا حبيبتي مصدقه. لهم عادات غريبه. انا شوفي بنتي جسمها محرق من الشمس من المصيف. وبيعمل ميه والله ده مش كويس. وفي كريمات بتتحط قبل الشمس وكريمات تانية بعد الشمس. بترجع بيها زي ما هي. ليه يا سلمى؟ اصل انا عايزه اللون ده. نطلع لحد ما اشوف سلمى واتصل بيها دلوقتي اطلع غلي فيها. لو انتي مسافرة ومعاكي أطفال في الطريق بيعيطوا بيزنوا يصوتوا يتشاقوا يرموا الحاجات تتعاملي معهم ازاي؟ ايه يكون رد فعلك مثلا؟ يعني عايز أعرف الإجابة. هي دي حصلت كتير لأن أنا كنت بسافر ومعايا ابني في العربية وساعات معايا صاحبتي وولادها في العربية فبيتشاقوا أنا ما عنديش مشكلة خالص العيال تهزر وتلعب في العربية ما بتضايقش مولعة المزيكا أو بتكلم أنا وصاحبتي وولادنا ورا فأوكي. أنا بتوتر قوي لما يبدأوا يتخانقوا مع بعض في العربية وأنا سايقة على طريق سفر. وفي بقى حتى لو انا عامله لوك وفي بقى جو بقى ولاد مع بعض فده زغد وده ضرب والبنت اللي في النص تقعد تعيط وده يشد لها شعرها. يعني الجو ده بحس انا مش عارفه اسوق ممكن اعمل حادثه. فلا في عندي مشكله في كده. وبعدين عندي بقى سياسه كبيره جدا في السفر او مهمه في حياتي. انا ما اطلعش على طريق سفر غير ومعايا ابني بس في العربيه. ما اخدش مسؤوليه حد. يعني لو مثلا واحده صاحبتي بتقولي مثلا معيش مكان في العربيه خدي حد من ولادي اقول لها لا انا مسؤول على ابني وابني مسؤول مني. صح. لكن ما احطش ولاد حد معايا في العربيه وما احطش ابني مع حد في عربيته حتى لو احنا طالعين ورا بعض بالعربيه على نفس الطريق. بس لا ابني معايا ولادكم معاكم كل واحد مسؤول على عياله بدل بقى ما نخسر بعض عشان العيال. بالظبط كده. انا اكتر حاجه بتموتني فعلا تجيب لي ضغط عيل يصرخ في طياره. صح في طياره. رحت كمان ولا هتعمل مزيكا في الإطار حلو ويزن كده. لا ده كده بيزيق زي الفار. ده تزييق فار. لا والله بتكلم جد. لو هو فعلا مامته وباباه ما ربهوش انا اسفه في الكلمه بس مش لاقيه كلمه تانية اقولها ان في حاجه اسمها اداب عامه. ان هو لما يكون قاعد في وسط ناس لازم يعمل حساب للناس دي. انا مالي ان انا اكون مثلا قاعده في طياره والولد نان ستوب على طول على طول. المفاجاه بقى واللي بيجنني ان مامته بتبقى شايلاه وهو مستمر. طيب هو بيعيط ليه؟ طب هو بيزن ليه؟ طب الاهم انت مستحمله ليه وسايباه ليه؟ وانا ذنبي ايه؟ يعني انا دافعه تذكرتي عشان اسافر وانا مبسوطه. صح. نفس الحكايه وانا على البلاش. هو على الميه ومامته تحت الشمسيه في اخر البلاش. ماما 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 مش ممكن. بعد ما ناخد بلطه في وشه ده والله بلطه كده سافوريا
شايلين الراس. طب يا جماعه نطلع فصل ونرجع حد ما يشوف استنونا. يعني ايه سفاري؟ سفاري سفاري. يوم ما تتجوزي وهتخلفي ان شاء الله باذن الله مش هتنقي اولادك لما يكبروا ويبقوا خلاص هم اسياد قراراتهم. كل اللي بيعملوا في الحياه ان هو بيحضر شنطته ويرميها معاكي في شنطه العربيه. في بنات كتير عندهم 19 و20 و21 لسه ما خلصوش جامعه وبيبقوا مع نفسهم وبيخرجوا مع اصحابهم وده ما يقللش من حد. كل واحد عنده سيستمه يعني. مرحله بقى خلاص الراحه لما يكبروا ويبقوا خلاص هم اسياد قراراتهم او من وجهه نظرهم يعني اللي هو مثلا ايه كل اللي بيعمله في الحياه ان هو بيحضر شنطته ويرميها معاكي في شنطه العربيه خلاص. او مثلا مرحله ان انتوا خلاص وصلتوا للمصيف مثلا في اي بلد في الدنيا يقول لك ايه ماما انا هنزل مع اصحابي ماما انا اصحابي مستنييني في الكافيه الفلاني. طب ده الولد. وفي بنات كده لا ليه ما هو اصل البنت مش هتخرج بالليل يعني بس لو ممكن مثلا انت الصبح نايمه مثلا هي عايزه تنزل بدري هتنزل تقعد على الكافيه اللي تحت الفيلا او تحت العماره هتسيب. لا على فكره وفي بنات كتير عندهم 19 و20 و21 لسه ما خلصوش جامعه وبيخرجوا مع نفسهم وبيخرجوا مع اصحابهم وده ما يقللش من حد. كل واحد عنده سيستمه يعني. بالظبط بالظبط. فدي بقى مرحله الراحه اللي هو اعتقد المرحله اللي انت فيها دلوقتي يا بدريه اللي هو فكره انه خلاص بقى هم شايفين ان هم كبروا خلاص وهم هم لسه في نظرك مهما هيكبروا انت حاسه ان هم لسه العيال اللي ايه اللي لسه بتاكليهم في بقهم. بس برضو مرحله انت حاسه انت ارتحتي شويه بقيتي انت المدلله بقى. طبعا انت فاهمه قصدي انت اللي انت دلوقتي ماما تاكلي ايه. لا دي هي كمان عايزه تاخدني معاها عشان تفسحني عشان توريني حاجات هي بتعملها وهي بتشوفها وهي يعني تعالي مثلا بلاي ستيشن انا لا انا مالي انا ايه اللي دخلني في ده. فدي اعتقد مرحله بقى الراحه يعني المرحله اللي نتمنى ان في يوم من الايام نوصل لها بصراحه ان شاء الله. ان شاء الله. ايه رايكم نطلع نشوف علاء يلا ونرجع تاني يلا يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم وحلقتنا النهارده عن سفر العيال او السفر بالعيال او سفر مع العيال يعني لحد دلوقتي مش فاهمين مع ايه بس الدنيا حلوه معانا النهارده الاء. ازيك يا الاء؟ الحمد لله. انت لو مسافره ومعاكي عيال صغيره تحبي السفر بالعيال الصغيره؟ لا طبعا. ولا لا؟ لا طبعا. ليه بقى؟ ما قبل ما تكمل السؤال حتى لا. ليه؟ ليه؟ انا رايحه استمتع واوصيها من الاخر اكيد مش هاخد معايا اولاد خالتي مثلا او يعني لا طبعا مش لازم. لو حتى عيالك الصغيرين ممكن تسيبيهم؟ عيالي لا ما انا هبقى ام بقى ساعتها وراح اتحط في الموقف غصب عني فاضطر اني استحمل يعني كل واحد لما بيتحط قدام الامر الواقع بيتحط يعني بيتصرف بيبقى لازم يعيش عليه. طيب انت كآلاء مسافره مثلا سي شرم الشيخ اللي هي مسافه طويله ومعاكي في الباص اللي انت راكباه عيال صغيره زنانه دمها تقيل وعيون ممكن تتصرفي ازاي في موقف شبه ده؟ بص انا كآلاء اصلا بكون قلقان جدا. انا مش عارفه الرياكشن بتاعي الصراحه هيبقى عامل يعني ممكن اتعصب ازعق اصوت انا ممكن توقفي الباص كله؟ لا لا مش للدرجه دي يعني ممكن احذفه بالشباك من غير ما اقف الباص. يلا لكن وقت ما انت تبقي ام هحطه في صدري عشان يجي عليه لغايه لما يموت جوه. انت بتشوفي مثلا حد من صحابك من قرايبك من اخواتك مثلا بيسافر بعياله مثلا وعياله زنانين وبتاع هل بيصعبوا عليكي بقى هم؟ قرايبي؟ مش العيال بيصعبوا عليكي ان هي مش عارفه تستمتع بوقتها ولا بالبحر ولا بص اما قرايبي الصراحه كلهم دمهم خفيف حتى اطفالهم يعني مثلا خلاني او اخواتي كده بيعرفوا يتصرفوا بس عامه عشان يستمتعوا بوقتهم بقى بيسيبوهم للجد للجده بيريحوا دماغهم عشان يعرفوا ينزلوا هم ينطلقوا ويسيبوهم. ما هيعملوا ايه بقى؟ يحطوا للطفل نوم بدل ما يموتوه. طيب انت كآلاء بقى عموما الاطفال في اي مكان بتروحي مثلا تروحي كافيه تروحي مكان عام مكان مش عارف كذا وتسمعي صوت الاطفال زن وعياط وبتاع انت بتضايق بس بيصعبوا عليا يعني اللي هو عايزه اسكته اللي هو اسكت بس لما ببص في وشه اللي هو طفل بريء ملوش اي ذنب في الحياه ان ربنا خلقه كده صح فاهم معقول ايه بس برضو زي ما اقول لك مش كل الاطفال يعني في طفل اللي هو ايه اروح العب معاه عشان اسكته اللي هو شكله عسول كده اللي هو يعني تهزر معايا يسكت لكن في اطفال
اسكت يا بابا بس. بس لا ده ما ينفعش تقولي له حاجه غير اسكت يا بابا. اه بس اللي هو مريخ العيل، عارفه العيل انا مش بقول حاجه طبعا للاطفال، الاطفال حفظ الله، بس الله هو سبحان الله في اطفال رخمه. أيوة. بجد مش هزاري. اه لا الاول ولا كده تحسي ما تعرفيش ده وشه ولا بامبرز في وشه ما تعرفيش يعني ملوش فرق ده قدام ولا ملوش ميزه من الذين. بس دايما ممكن يطلبوا حاجات انت مش يعني مش قادره تعمليها، زي مثلا أيوة عايزه اقوم العب وانت عايزه تقعدي على البحر تستمتعي، فاهمه؟ ممكن اروح اقول له روح العب واغرق وما ترجعش تاني مثلا. ايه ده ممكن تقوليه كده؟ لا طبعا بهزر. حبيبي حاول تغرق بابا، اغرق ولا لو لقيتك حي حموت. اه ارجع مش موجود يعني ما ترجعش اصلا. خش جوه خش جوه ايمن حبيبي اخوك اخوك. قلت لها لا سيبوه سيبوه الناس بتوع الانقاذ يجوا يروحوا عايزين يجيبوه. يا جماعه سيبوه يعتمد على نفسه او هيموت او هيموت. انت نورتيني يا لاله النهارده واهلا بيكي في القاهره. ميرسي ميرسي ربنا يخليك. ميرسي. طبعا ضيفتنا العزيزه اللي كانت في التقرير واضح جدا ان هي ما اتجوزتش وما خلفتش، فهي متخيلة ان هي تقدر تنقي نوع الاطفال اللي تسافر معاهم. بس حبيبتي اقدر اقولك ان انت يوم ما تتجوزي وهتخلفي ان شاء الله باذن الله مش هتنقي ولادك، فابنك لذيذ، ابنك زنان، ابنك سهل، ابنك صعب، حضرتك هتسافري بيه ومضطرة تستحمليه. فيعني عيشي اللحظة دلوقتي وسافري وانبسطي وتمتعي وخرجي واعملي كل اللي انت عايزاه زي ما انت بتقولي في التقرير، لانه عاجلا ام اجلا هتبقي زوجة وام وكل الحاجات دي هتبقى ذكريات جميلة تاريخ راح وفات ومضى. حد عنده تعليق؟ لق لق. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع فقرة الضيف. استنى ضيفتنا النهاردة الممثلة الجميلة اللي عملت كده شوية تربلة كده على السوشيال ميديا وفجأة بصينا لقينا كل الدنيا مقلوبة عليها. طالما انك انت فعلا بتحبي التمثيل قوي، بينك وبين نفسك كده احلامي تعملي دور ايه؟ عملت فوتو سيشن والناس دخلوا في الكومنت كتبوا لها ان انت شبه ليلى علوي جدا، لدرجه ان الناس هجمت الفنانه ليلى علوي.